من بين كل الأحداث العالمية، الناس بتحب تتابع مراسم حفلات التتويج ومراسم حفلات الزفاف الملكية علشان يشوفوا الملوك والملكات اختاروا يلبسوا ايه ويعملوا الفرح فين. وطبعاً مش هيجي أعز من ولي العهد الأردني ابن الملكة رانيا. طب يا ترى هيعمل فرحه فين؟ ومين هي سعيدة الحظ؟ وإيه حكاية مكان الفرح؟ كل ده واكتر حضراتكم هتعرفوا معانا في الفيديو ده من 5 بالعربي. قبل كام يوم اعلن الديوان الملكي الهاشمي عن تحديد مكان اقامه مراسم عقد قران ولي العهد الاردني الامير حسين بن عبد الله اللي خطب بنت السعوديه اسمها رجوة آل سيف. وعقد القران ده هيكون في الاول من شهر يونيو اللي جاي، وطبعا الحفله دي هتتعمل في قصر زهران قبل ما يروحوا قصر الحسينية علشان حفل الاستقبال والعشاء. قصر زهران اتبنى في سنة 1957، وده يعتبر القصر الملكي الرابع بعد قصر رغدان والقصر الصغير وقصر بسمان. والمكان اللي اختاروه علشان يتبني فيه بعد كده بقى حي دبلوماسي في غرب العاصمة الأردنية عمان. ومع انتشار العمارات والتوسع في الحي الطبيعي دخلت المباني الجديدة في السفارات وبقت محوطة القصر. في الحقيقة أن قصر زهران متشابه مع قصر رغدان، الاتنين نفس الارتفاع وفيهم بساطة التصميم الداخلي، لكن قصر زهران سيرته مشهورة علشان كان محل إقامة الملكة الوالدة زين الشرف اللي كانت جدة الملك عبدالله الثاني ووالدة الملك حسين وكمان زوجة الملك طلال، وفضلت عايشة في القصر ده لحد وقت رحيلها في 24 إبريل سنة 1994. ومن بعدها القصر بقى مقر هاشمي بيحصل فيه مراسم من وقت للتاني. وزي ما عرفنا أن خطيبة ولي العهد الأردني اتولدت في العاصمة السعودية رياض، وده في 28 إبريل سنة 1994 وهي آخر العنقود في أسرتها، أخت على 3 إخوات فيصل ونايف ودانا. وبعد ما درست وخدت شهادة الثانوية في السعودية سافرت رجوة للولايات المتحدة علشان تكمل دراستها في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك. قصر زهران اللي يعتبر الأشهر في الأردن احتضن بين جدرانه وتحت سقفه عدد من الزيجات الملكية، منها حفل زفاف الملك الحسين بن طلال من زوجته الثانية أنطوانيت إفريل جاردنر اللي غيرت اسمها بعد كده وبقى اسمها الأميرة منى الحسين، وبرضه حفل زفاف الملك حسين من الملكة نور زوجته الرابعة، وحفل زفاف الأمير طلال بن محمد وزواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، وحفل زفاف الأمير فيصل بن الحسين على سارة بسام قباني واللي خدت لقب بعد الفيصل وبقت الأميرة سارة الفيصل، وكمان حفل زفاف الأميرة آية بنت فيصل بن الحسين من السيد محمد طلال الحلواني وبارك الحفل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.